بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حابب بس في البداية قبل ما ندخل في موضوع النهاردة واللي هو ماتش الأهلي وسيراميك كليوباترا، أن أنا أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن وشيخ المدربين كابتن طه الطوخي مدرب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، خالص العزاء للأسرة الكريمة، وربنا يلهمهم الصبر والسلوان ويرحم فقدنا الكبير الشيخ طه الطوخي. كذلك خالص العزاء لكابتن علاء ميهوب في وفاة السيدة شقيقته الغالية. أتمنى إن شاء الله أن ربنا يرحمها ويلهم أسرتها الصبر والسلوان. ندخل بقى على ماتش النهاردة ومباراة جديدة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، والتي ستقام إن شاء الله باستاد السويس. بالتأكيد ماتش النهاردة زي أي ماتش للنادي الأهلي، سواء ودي أو مباراة حبية، ماتش مهم لأنها بتساوي ثلاث نقط، والنادي الأهلي دايما زي ما عودنا متعود على المكسب، المكسب وبس. خطوة جديدة في طريق الحفاظ إن شاء الله على بطولتنا المحببة للنادي الأهلي وجماهيره، الدوري الممتاز، البطولة اللي كتبت باسم النادي الأهلي، ضاعت منه أو راحت لبعض الأندية التانية عدد قليل جدا، ولكن ده وضع طبيعي لأن النادي الأهلي بيمتلك فيها 42 لقب، وهو طبعا رقم قياسي زي ما احنا عارفين. مش عايزين نتكلم كل مرة ونقول أن النادي الأهلي هو اللي بيحطم الأرقام القياسية، ده الكل عارف كده كويس. ماتش النهاردة طبعا جمهور النادي الأهلي منتظراه. ليه منتظراه؟ منتظره طبعا ان النادي الاهلي يكسب بعد التعثر الاخير مع وادي دجله والتعادل اللي حصل برغم ان احنا ادينا مباراه جيده، ولكن كمان جمهور النادي الاهلي النهارده عايز يشوف الوافد الجديد الكونغولي والتر بواليا، راس الحربه اللي نامل ان شاء الله بعد انضمامه الفريق الاول للنادي الاهلي يكون قوه هجوميه كبيره واضافه للقوه الهجوميه اللي عندنا. وكمان ده طبعا يعني هيتأتى على الرؤية الفنية لمستر بيسو موسيماني، هو صاحب طبعا أكيد الرأي الأول والأخير إذا كان هيبتدي بوالتر بواليا ولا هيحطه على دكة الاحتياطي. وبمناسبة مستر بيسو موسيماني، طبعا هو حقق في نهاية السنة الماضية البطولتين الغاليين قوي اللي هو جه علشان واحدة منهم، ويمكن احنا قلنا في البداية ان منهم البطوله بتاعت افريقيا ديت، مش معنى ان مستر موسيماني كان جاي وناقص بالظبط اسبوعين كان على السيمي فاينل وبعدين اسبوعين كمان ولا ثلاث اسابيع على الفاينل ان هو الراجل معاه عصا سحريه، ولكن الراجل كلنا بالثقه اللي احنا حطيناها فيه الحمد لله كان عند حسن الظن هو واللعيبه، وقدرنا ان احنا ناخد كل البطولات السنه اللي فاتت. الموسم ده طمعانين برضو، احنا طمعانين ان احنا برضو زي السنه اللي فاتت ما حصلت نجيب الثلاثيه ونكمل الثلاثيه بتاع السنه اللي فاتت بالرباعيه والخماسيه، وكمان عندنا امل ان احنا نظهر بمظهر مشرف في كاس العالم للانديه، وده خلي بالكم مش غريب على النادي الاهلي وجهازه الفني ولاعيبته، لان النادي الاهلي دايما هو الاول في افريقيا وفي الشرق الاوسط وبينافس زي ما هنشوف الفتره اللي جايه اساطير العالم على زعامه كره القدم، وده مش بالكلام ولكن بالالقاب والبطولات، فهو الاكثر وصيف الأكثر تتويجا في العالم خلف ريال مدريد. وقبل بقى ما نتعمق في الحديث عن مباراة النهاردة، بالتأكيد كان في حدث كبير النهاردة منذ ساعات، اللي هي كلنا كنا مترقبينها، قرعة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة اللي إن شاء الله نأمل إن النادي الأهلي يكون بإذن الله من نصيبه اللقب العاشر ويحرز المزيد من البطولات الافريقيه. طبعا واحنا لسه قايلين ان هو كمان بيحمل الرقم القياسي لهذه البطوله لانه حصد فيها تسع القاب، بينما صاحب المركز الثاني اللي هو نادي الزمالك جايب خمس القاب بس، يعني في فرق اربع القاب، ولكن احنا طمعانين دايما في البطولات وطمعانين في تحقيق الارقام القياسيه، ونامل كلنا كلاعيبه نادي اهلي او الجهاز الفني او مجلس اداره او جمهور ان شاء الله تكون العاشره بعون الله. طبعا الاهلي زي ما قلنا بيلعب اي بطوله وبيشارك فيها وعينه بس على منصه التتويج او عينه على المكسب، باذن الله تكون البطوله العاشره باذن الله للنادي الاهلي، لان زي ما احنا عارفين بالارقام دي بطوله فيها عشق بين البطوله وبين النادي الاهلي، وباذن الله
ان شاء الله تنضم البطوله العاشره لدولاب بطولات النادي الاهلي. نشوف بقى المجموعات بتاعه افريقيا. المجموعه الاولى هيبقى النادي الاهلي، فيتا كلوب الكونغولي، وسيمبا التنزاني، والمريخ السوداني. المجموعه الثانيه مازيمبي، سان داونز، الهلال، شباب بلوزداد. المجموعه الثالثه الوداد، حوريا الغيني، بترو اتلتيكو، كايزر شيفز. المجموعه الرابعه الترجي، الزمالك، مولوديه الجزائر، وتنجد السنغالي. طيب طبعا هنختلف بقى في الاراء شويه. ناس تقول لك دي مجموعه سهله، وناس تقول لك مجموعه متوازنه، ناس تقول لك مجموعه صعبه. الكره علمتنا ان مفيش حاجه سهله. احنا لسه شايفين الرجاء خرج من بطل السنغال، ولسه شايفين الترجي كسب بصعوبه كبيره جدا وبهدف يمكن عليه كلام، ووصل بالعافيه لدوري المجموعات. لا، احنا عايزين نقول ان النادي الاهلي مفيش حاجه عنده سهله ونص نص. لا، كل الماتشات بطوله، المجموعه صعبه، المجموعه بيتعامل معاها النادي الاهلي. وخلي بالكم احنا قبل كده حصل لنا بعض المواقف، احنا كنادي اهلي حصل لنا بعض المواقف، يمكن كان في استهتار بعض الشيء ببعض الفرق، للاسف كنا ساعتها خرجنا من التصفيات او خرجنا من الادوار الاولى. فما فيش ابدا حاجه اسمها مجموعه سهله ومجموعه صعبه، كل المباريات صعبه بدليل انهم وصلوا لدوري المجموعات. فما فيش حد يقول اصل دي مجموعه الاهلي والله متوازنه، لا دي مجموعه الاهلي سهله. بص لا لا لا، مفيش حاجه كده خالص، بالعكس كل مجموعه صعبه، وماتشات النادي الاهلي كلها صعبه، والفرق كلها متساويه. اذا كان في مستويات اول واثنين وثلاثه واربعه، ولكن الفرق كلها متساويه، لانها في دوري المجموعات ده نبقى عايزين فرقتين من كل مجموعه بس، اول وثاني. ممكن تقول لي اللي هو في الليفل الرابع ممكن يبقى اول، الليفل الثالث ممكن هو يبقى اول، ممكن الاثنين اللي الثالث والرابع اللي محطوطين في المجموعه ممكن تلاقيهم اول وثاني، عادي جدا بتحصل في الكوره. مفيش حاجه اسمها مجموعه سهله وفرقه سهله وفرقه، لا 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 كله صعب. النادي الاهلي بيتعامل مع الجميع بكل قوه واهتمام، لان احنا لينا هدف واحد زي ما قلنا، الصعود للدور اللي بعد كده ان شاء الله، وبعد كده منها للنهائي زي ما حصل السنه اللي فاتت، وبعد كده باذن الله الوصول لمنصه التتويج، لان هو ده الهدف الرئيسي لينا كنادي اهلي. زي ما النادي الاهلي عودنا دائما، منصه التتويج هي نمره واحد. ممكن يجيب عنك التوفيق، ممكن عادي، ولكن الجميع بيعمل اللي عليه علشان في الاخر كلنا نفرح بتتويج اي بطوله زي ما عودنا النادي الاهلي. فرحه جميله وحلوه طبعا، ونتمنى ان شاء الله زي ما ربنا فرحنا السنه اللي فاتت بالثلاث بطولات، ان شاء الله السنه دي برضو نادي الاهلي يجيب لنا الثلاث بطولات والخمس بطولات مش الثلاث بطولات. تعالوا بقى نروح دلوقتي لزميلنا العزيز كريم احمد من ملعب السويس، ونشوف اخر الاخبار والمستجدات عنده ايه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، كل التحيه لك ولكل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. تحدي جديد ومباراه صعبه النهارده في بطوله الدوري العام، لكن ثقتنا كبيره جدا في كل لعيبه النادي الاهلي، نستعيد بقى سلسله الانتصارات ويستعيد النادي الاهلي من جديد صداره بطوله الدوري العام والحفاظ عليها ان شاء الله مع توالي المباريات. انا قبل ما اتكلم معاك يا كابتن ايمن في الاخبار اللي كانت خاصه في فندق الاقامه والاستعدادات، يعني في هذه اللحظات لسه تشكيل فريق النادي الاهلي معانا حالا دلوقتي. ابدا معاك بالتشكيل، يعني النهارده هيكون والتر بواليا متواجد في التشكيل بقى معاك بالترتيب يا كابتن ايمن. في حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد رمضان، بيكم، حمدي فتحي، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، وعلي معلول، اكرم توفيق، ولتر بواليا، وطاهر محمد طاهر. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي احمد نبيل كوكا، سعد سمير، محمد مجدي قفشه، صلاح محسن، علي لطفي، وليد سليمان، محمد شريف، محمود كهربا، وياسر ابراهيم. اعيد معاك من ثاني يا كابتن ايمن تشكيل فريق النادي الاهلي عشان نذكر بيه المشاهدين من جديد: محمد الشناوي، احمد رمضان بيكب، حمدي فتحي، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، وعلي معلول، واكرم توفيق، والتر بواليا، وطاهر محمد طاهر. يمكن مفاجاه كبيره، ودي يمكن اللي احنا عارفينه يا كابتن ايمن بعد بيتسو موسيماني، ما فيش حاجه اسمها انسجام، ما فيش حاجه اللعيب ده لسه جاي، لا الراجل شايف رؤيه وليه
رؤيه كبيره جدا، اداله جزء كبير جدا وتعليمات خاصه في تدريب الامس اللي كان على ملعب مختار التتش في الساعه الثانيه ظهرا. يا رب ان شاء الله النهارده يكون اضافه قويه مع الكوكبه الكبيره من لعيبه النادي الاهلي. لما بيكون في حيره يا كابتن ايمن، عندك محمد شريف، صلاح، محسن، بيغيب اجاي، بيغيب السوليه، بيغيب ربيع، عندك كوكبه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي، لما بيكون في حيره ده امر كله بيكون مفيد جدا للاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله يعود بالايجاب على اللاعبين ونحقق ان شاء الله النهارده نتيجه ايجابيه واداء يسعد كل جمهور النادي الاهلي. على الجانب الاخر لو بتكلم طبعا على تشكيل سيراميكا كليوباترا اللي عنده حافز ودوافع ورغبه كبيره جدا، يعني اقدر اقول طبعا في البدايه خالد صبحي، رجب بكار، طارق سامي، محمود نبيل، شادي حسين، شريف دابو، احمد محسن، محمد توني، عامر ومحمد ابراهيم وكوامي بونسو. على الاحتياطي الخاص بفريق سيراميكا كليوباترا محمود شكري، محمد جمال، عبد الله محمود، احمد اوفا، ومحمد حسن، وعبد الرحمن نبو، دي فونيسيو، ويوني فولكوينبا، وسيف تاكا. ويمكن ده التشكيل والاحتياطي الخاص بفريق سيراميكا كليوباترا. يا رب ان شاء الله النهارده تكون اجواء طيبه واجواء جيده لفريق النادي الاهلي. استاد السويس حاجه رائعه ومميزه جدا، كل الامور عامل فيه بروده شويه كابتن ايمن في الجو، لكن جو كره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله النهارده لعبتنا تكون على قدر المسؤوليه ويقدر النادي الاهلي يحقق نتيجه طيبه واداء يسعد كل جمهور النادي الاهلي. عوده لك من جديد يا كابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. طبعا باذن الله ثقه النهارده في لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني، وباذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده في تحقيق الفوز. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نستقبل نجومنا الكبار، كابتننا الكبير جدا النهارده كابتن ماهر همام هيشرفنا النهارده لاول مره السنه دي، كابتننا الكبير شريف عبد المنعم، كابتننا الكبير اسامه عرابي، وكابتن اخويا الاصغر كابتن عادل عبد الرحمن. نطلع الفاصل ونرجع نستقبل نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، بنرحب بكابتننا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن ماهر همام. اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك حبيبي. كابتن شريف عبد المنعم اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن ايمن اهلا بيك كابتن. كابتن اسامه عرابي اهلا وسهلا بيك منورنا. اهلا بيك. كابتن عادل عبد الرحمن اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن ايمن اهلا وسهلا. كابتن ماهر في البدايه سريعا، احنا قلنا مجموعه الاهلي وشفنا معاه فيتا كلاب والسيمبا التنزاني والمريخ السوداني، رايك ايه في المجموعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنرحب بالكباتن الوحشين شريف وعادل واسامه، نتمنى طبعا النادي الاهلي النهارده الفوز باذن الله. المجموعه الاولى اللي فيها الاهلي وفيدا كلاب وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني، كل دول يا ايمن فرق ليها باع وتاريخ كبير جدا في افريقيا. صحيح. واتفرجنا على الفرق دي وشفناها فرق محترمه وفرق بتنافس بشكل كبير جدا، وحاجزين دوري المجموعات حاطين رجلهم بالهم اكتر من 3 4 5 سنين، وكل فريق من دول ليه شعبيته بشكل كبير جدا في بلده. فانا عايز اقول لجمهور النادي الاهلي واقول زي ما انت قلت في البدايه ان مفيش حاجه بقت سهله في افريقيا. صحيح. والصغار كبر والتاريخ اللي احنا يعني قدرنا ربنا وفقنا بيه ان احنا نحقق البطوله التاسعه اديتنا مسؤوليه وهام كبير جدا في دوري المجموعات. كل الفرقه دي عايزه تنول من البطل يا ايمن، كل الفرقه دي نفسها ان هي تحقق نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي عشان تقدر تاخد سوكسيه وتاخد ثقه في دوري المجاميع. فانا عايز اقول ان الفرقه ديت المجموعه دي في منتهى الصعوبه، وهو ده قدر النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي قدها ودود، والنادي الاهلي بيحب الصعوبه بهذا الشكل عشان يقدر يخش المنافسه من بدايه المشوار الافريقي ان شاء الله. كابتن شريف رؤيتك لمجموعه النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش هزيد على الكلام اللي قاله كابتن ماهر، الحقيقه قلب استفاضه. اول بس عايز اعدي كابتن علاء ميوف، وفاه الاخت الشقيقه لينا كلنا، الف رحمه ونور رب عزائنا الجنه باذن الله. وكابتن طه طوخي طبعا له للاسره الصبر وسلوان، وتبقى اخر احزان باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي فيتا كلاب سيمبا التنزاني مريخ سوداني، مجموعه قويه جدا. قد يتهيأ للبعض ان المجموعه دي سهله بالاسماء، مثلا فيتا كلاب وسيمبا التنزاني مريخ السوداني من تاريخ النادي الاهلي تعتبر الاسماء دي بالنسبه له اسماء مرور ان هو يقدر يبقى الاول على المجموعه ان شاء الله، ويقدر يبتدي من دور الثمانيه يورينا الوجه اللي هو البطولة العاشرة بإذن الله اللي هو مطالب بيها دايما. لا فيتا كلاب سيمبا التنزاني مريخ السوداني على طول
بيبقى عندك معاهم مباريات ومباريات صعبة جدا. ولو تفتكر البطولة اللي خدناها اللي فاتت الماتش الأخراني اللي لعبناه في السودان كنا محتاجين لازم نكسب غصب عننا، لازم يكون في تحقيق وبره أرضك. فالناس ما يتهلاش إن فيتا كلاب وسام بالتنزاني مريخ السوداني ده، لا دي مجموعة متكافئة جدا، مجموعة خاصة ان هي شرسة جدا. انت كان قصدك على ماتش الهلال السوداني اللي الهلال فاكر الهلال السنة اللي فاتت كنا مطالبين ان احنا كنا في موقف حسد عليه يعني. مظبوط. ف يعني باذن الله النادي الاهلي يتخطى هذه المجموعة بكل اصرار وكل تركيز ويكون لي السبق في الوصول من المجموعة دي، وبعد كده لكل مرحلة بيبقى لها وقتها وكل مرحله بيبقى لها كلامها وكل مرحله بنستفيد اكتر. صحيح. من البطوله اللي احنا خدناها اللي فاتت يمكن انت الفرقه الوحيده اللي عدت على اقوى فرق في البطوله كلها. صحيح. وكنت تستحق، عشان كده قلنا ايه ده احلى بطوله خدناها، خاصه ان هي في اخر مباراه كانت ضد يعني مع نادي الزمالك اللي هو الغريم التقليدي يعني الديربي بتاعك اللي هو انت على طول معاك. فبنتمناها السنه دي باذن الله تركيز من الاول، شكل نقدر نخلص فيه، لا نلعب زي ما لعبنا قدام الوداد كده بنلعب بره زي جوه ضاغطين يمين وشمال وكمان. كل التوفيق للعيبه وان شاء الله ربنا يبعد عنا الاصابات يا رب، خصوصا في ايام هذه البطوله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، مجموعه متوازنه. اكيد يعني مجموعه فيها ثلاث فرق طبعا غير النادي الاهلي البطل الموسم الاخير ورقم واحد على افريقيا، طبعا شعبيته معروفه في مصر وفي كل الوطن العربي والقاره الافريقيه. الثلاث فرق عندهم حتى جماهير يعني فيتا كلوب فرقه جماهيريه وفرقه جيده جدا، وفي السنين الاخيره ظهر بشكل كويس في سواء دوري المجموعات او لو بيوصلوا لمراحل ابعد من كده. ايضا فرقه سيمبا التنزاني هي الفرقه الاولى في تنزانيا وعندها برضو جماهيريه وشعبيه من ايامنا على فكره، من ايام سيمبا مستمره من ايام المريخ السوداني طبعا معروف بتاريخه الكبير وكان معانا في المجموعه السنه اللي فاتت وتعبنا وفرقه صعبه وفيها شعبيه جامده. فطبعا المجموعه متوازنه، مفيش شك طبعا انه النادي الاهلي هو الاكثر خبره والاكثر شعبيه والاكثر بطولات وكل حاجه، لكن المجموعه مش بسيطه وممكن طبعا يحصل مفاجآت، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يتخطى. كان معانا الهلال. الهلال كان معانا الهلال. ماشي، كان معانا الهلال بس انا اقصد انه الهلال والمريخ برضو زي الاهلي والزمالك هنا الشعبيه يعني منقسمه بينهم في السودان والمستوى الفني متقارب. صحيح. ففيتا كلاب وسيمبا والمريخ من الفرق العريقه في القاره، لكن طبعا النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يعدي المرحله دي باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، رؤيتك لمجموعه النادي الاهلي بطولة افريقيا؟ خليني اقول لك يا كابتن ان افريقيا علمتنا حاجه مهمه قوي، الاهلي علمنا حاجه مهمه قوي. اولا الفرق كلها النادي الاهلي بيديه اهميه، اي فرقه بيلعبها النادي الاهلي فبيديه اهميه، دي رقم واحد. رقم اتنين والحاجه المهمه ان الرجاء خرج من اقل فرقه في في الادوار اللي هي التمهيديه، وده الرجاء اللي لعب سيمي فاينل في افريقيا السنه دي يعني ما فيهاش يعني، علشان كده بقول لك انه الحذر ثم الحذر ثم الحذر، مجموعه ممكن تكون خادعه. خلي بالك يعني الناس دايما لما ما بتلعبش الترجي ولا ما بتلعبش الوداد ولا ما بتلعبش مثلا مازيمبي وما بتلعبش الفرق دي فاكرين ان الفرق التاني اقل قوه، لا بالعكس. انا عاوز اقول لك حاجه، فرقه المريخ باجواء المريخ طبعًا. بالسودان طبعًا. واجواء الملعب في السودان هيبقى مباراة صعبة جدا. سيمبا برضو من الفرق المتمرسة. صحيح. هيبقى وفي حاجات تانية لازم الناس تعرفها زي المباراة اللي لعبناها الدور اللي فات، كان الملعب مخلي الفرقة قوية جدا لأن الأجواء كانت صعبة، فكمان الملاعب بتبقى مش ملاعب ممتازة مش ملاعب كويسة قوي، فبيبقى فيه صعوبه كبيره في المجموعات. صحيح. علشان كده بقول حذاري ثم حذاري ثم حذاري، احنا طول عمرنا كده عايزين بنلعب اي فرقه بنفس النمط ده، ودي سمه الفرقه الكبيره، الصغير زي الكبير وما فيش في افريقيا صغير. توفيق النادي الاهلي ان شاء الله. نروح بقى الماتش النهارده ومعانا تشكيل النادي الاهلي، هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين احمد رمضان، ناحيه الشمال علي معلول،
الاثنين اللي في القلب بدر بنون ايمن اشرف، قدامهم ثلاثه حمدي فتحي واليو ديانج واكرم توفيق، وثلاثي الامامي الهجومي هيبقى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وقدامهم هيبقى والتر وليال. اتمنى له ان شاء الله النهارده التوفيق باذن الله. ايمن معلش قبل بس ما تروح لكابتن ماهر، عايزين بس عزائنا للكابتن علاء ميوب طبعا في اخته النهارده، ربنا يتغمدها بفسيح في برحمته ويدخلها فسيح جناته، وايضا الكابتن الكبير كابتن طه الطوخي يعني نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدرب القدير والرجل الخلوق يعني الله يرحمهم يعني. ربنا يرحمه. معانا البدلاء علي لطفي، سعد سمير، ياسر ابراهيم، محمد مجدي قفشه، وليد سليمان، احمد نبيل كوكا، محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف، وصلاح محسن. تشكيل سيراميكا كليوباترا، عامر عامر لحراسه المرمى، رجب بكار واحمد محسن على الاطراف، اثنين اللي في القلب خالد صبحي طارق سامي، قدامهم ثلاثة كوامي بونسو محمد توني محمود نبيل، قدامهم اثنين محمد ابراهيم شريف دابو، وقدام شادي حسين. هنقول مرة تانية، عامر عامر، رجب بكار ناحية اليمين، احمد محسن ناحية الشمال، اثنين اللي في القلب خالد صبحي وطارق سامي، قدامهم ثلاثة نص الملعب كوامي بونسو محمد توني محمود نبيل، وخط الامامي محمد ابراهيم وشريف دابو، وقدام شادي حسين. احتياطي محمود شكري، محمد جمال، عبد الله محمود، سيف تقى، محمد حسن، احمد غنيم، جونفول كوبينا، احمد امين اوفا، كونسونيو، وعبد الرحمن بودي. كابتن ماهر، مباراه تعتبر مش سهله بالظبط، رغم ان سيراميكا لسه صاعد، ولكن لو بصينا لفريق سيراميكا هم جايبين تقريبا 22 لعيب جداد، وال 22 لعيب عندهم خبرات هايله جدا لان معظمهم دوري ممتاز، وكمان فيهم خامات جيده جدا. وعايز اضم صوتي لصوتك ايمن كمان، ان هم عندهم استراتيجيه بالنسبه لمجلس الاداره اللي يطلع ما ينزلش، يعني هم هم عملوا الدعم بالفريق بالحوالي 20 لعيب او 22 لعيب، وفي حوالي 3 4 لعيبه كمان موجودين من اللي كانوا صعدوا بيهم. فعايز اقول لك ان سياسه استراتيجيه سيراميكا كليوباترا يا ايمن ان هم عايزين يقعدوا، وده هدف من ضمن الاهداف. ده خلي بالك كمان موجودة، ده طموحهم مركز متقدم بالظبط، مع المركز المتقدم كمان، فده بصراحه بيحسب لمجلس اداره والتخطيط اللي هم بيفكروا فيه. يعني معظم الفرق اللي شفناها يمكن السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها كل اللي بيطلع نازل، لكن النهارده واضح ان الوافد الجديد سيراميكا ان هو عنده تحدي بشكل كبير جدا، ان هو يقدر يحقق مكانه في الدوري الصعب، دوري المحترفين اللي موجود عليه الدوري المصري، ده في المركز الخامس كمان بالظبط، يعني تحقيقه كمان للمركز الخامس مع النتائج كمان اللي حققها. يمكن ايمن يمكن هو يمكن بدايته مع الانتاج الحربي في اول مباراه فاز 2-0، ودي نتيجه ثقيله على الانتاج. المباراه الثانيه كسب البنك الاهلي، وانا شايف ان المكسب ده بستة بونت لانه كسب المنافس او اللي زيه بشكل كبير. المباراه الثالثه مع بيراميدز، يمكن بيراميدز حته الخبره يمكن كانت تفوقت على سيراميكا في هذه المباراه، لكن سيراميكا ادت مباراه كانت صحيح. مباراه جيده بشكل كبير من كره صراحه صفر. يعني وبعدين مع سموحه خرجوا 0-0. فالنهارده النادي الاهلي بيقابل فريق عنده تحديات وعنده دوافع بشكل كبير جدا ان هو يؤدي مباراه جيده مع النادي الاهلي. تسمح لي بس ايمن، انا عايز اشكر مجلس اداره النادي الاهلي فضل. ولجنه التخطيط في الاختيار اللي اختاروا بيه المهاجم والتر بوايلا. يعني ده بياكد لك ان في رؤيه فنيه لمجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، ان هو بسرعه حسوا ان المكان ده، مع احترامي طبعا للولاد اللي موجودين اذا كان مروان او محسن او شريف، بيأدوها بشكل جيد، لكن النادي الاهلي كان بيفكر بشكل اوسع واجرأ ان هو محتاج فرود بسرعه يقدر يطعم بيه النادي الاهلي، ان فعلا ده المكان اللي احنا كلنا في كل السيناريوهات التحليليه اللي انتوا بتطلعوا وتتكلموا فيها
ان في نقص في هذا المكان. النقطه الثانيه كمان عايز احيي متسماني، لان واضح قوي ان هو مدرب جريء وعنده جرأه وعنده شجاعه، ان هو بسرعه كمان النهارده بيدي الولد من بدايه المباراه. يمكن احنا لو هنرجع بالزمن السنه اللي فاتت كنا بنتاخر بشكل صحيح. كبير جدا يا ايمن صحيح. على موضوع المهاجمين او اشراك اللعيبه اللي احنا بنتعاقد معاهم، لكن النهارده واضح ان سوماني من ضمن المدربين اللي عنده رؤيه احترافيه بشكل كبير. بس هو كان كويسه قوي كمهاجم طبعا، يعتبر اضافه لقوله جميل بالظبط. هو شافه كمان، هو شافه يمكن مع الجونه في الفتره اللي فاتت. فانا بحييه. بعض المدربين تقول لك لا استنى لما يجهز وبعدين يتاقلم مع اللعيبه وبعدين يبدا يخش. لا، الاحتراف النهارده انت شفته وعارفه، لا خلاص اقدر اضيفه بشكل كبير. فالنقطتين دي كانوا مهمين جدا من الناحيه الاداريه لمجلس اداره النادي الاهلي، بحييه على استخدام اللعيب والتعاقد معاه، ومن الناحيه الفنيه بالنسبه لمستر موسيماني ان هو يقدر يضيف الولد من بدايه المباراه. كابتن شريف، رؤيتك لتشكيل نادي الاهلي النهارده، وخصوصا ان مستر موسيماني لعب تاني 4-3-2-1، وفضل ان هو يحط مجدي قفشه على دكه البدلاء، ومفيش لعب بمركز 10 ثابت او اساسي. هو وليد سليمان يعني برضه مش موجود وليد سليمان غير على دكه الاحتياطي. بالظبط. هو كل شيء يا ايمن في التشكيل 4-2-3-1 دي بتتغير اوريدي، وبيحصل لها تدوير اندايركت جوه الملعب على حسب مجريات اللعب. دراسه فرقه سيراميكا اللي هي فرقه بتقدر تدور الكره كويس قوي، بتحتفظ بالكره كويس قوي، كل المباريات اللي هي ابتدت بيها الدوري كان ليها هي التفوق في التمرير والتفوق في الاستحواذ والانتشار جوه الملعب. مدرب مدي حريه اللعب لجميع اللاعبين، اللاعبين فاهمين المطلوب منهم ايه. كل ده بيوديني لمستر موسيماني. مستر موسيماني قاري الفرقه دي كويس قوي، يمكن عمل تحفظ النهارده ب 4-3-2-1، يعني عايز يعمل توازن دفاعي هجومي في الملعب، مش عايز يدي مساحات للفرقه دي انها تنتشر ويبقى لها نفس الشكل اللي هو موجود بالسيطره على نص ملعب حاجه زي كده. الفرقه عندك انت يتهيألك ان انت ما عندكش نمره 10، لكن اوتوماتيكلي انت بتلاقي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات بيعملوا شغل لعبهم، مفردياتهم هي اللي بتسمح لهم في التدعيم لوالتر بواليا في عرضيات مثلا اذا كان احمد بيكهام هيتقدم او علي معلول في الناحيه الشمال بيتقدم، فلازم يبقى عندك انتشار سريع جدا جوه منطقه الجزاء، لان فرقه زي دي لازم تعالجها من اول مباراه بالتفوق والتقدم. مش هتستنى ان انت تخلي لهم ياخدوا عليك الثقه، ياخدوا عليك الثقه ان بيلعبوا فرقه زي النادي الاهلي. هم بالنسبه لهم النهارده يوم عيد، يعني ان هم جايين يلعبوا بطل افريقيا وبطل مصر والنادي الاهلي، السمعه اللي هي بيتمنوا ان هم دايما يكونوا موجودين ويعملوا نفسهم سمعه كمان داخل مباراه زي دي. انما انت لعيبتك واخده الموضوع اكيد النهارده عارفين انها مباراه زي مباراه الاتحاد، زي دي فرق مركزه، فرق بتعرف تلعب كوره، فرق بتنقل الكوره كويس قوي. ف 4-3-2-1 دي انا بالنسبه لي فيها شكل يضمن لك انك انت يبقى عندك توازن وانت بتلعب في المباراه، تقدر امتى تهجم، امتى تعمل انتشار، تقدر تمسك اي مفاتيح لعب عندهم، خاصه ان عندهم محمد ابراهيم وشريف دابو، دول لعيبه عندهم كره هايله، عندهم كره كويسه جدا، بيعرفوا يتصرفوا اذا كان فرديات او في تحركات او بيتعاونوا مع الفرق اللي هي بتيجي من الخلف او نص الملعب اللي بيعمل امدادات لشادي حسين. عندهم ثقه ان هم يجيبوا جوال كمان، يعني عندهم عرضيات، عندهم ما يملكون من اللعيبه اللي هي بيلعبوا برجليهم الشمال كويس قوي، بيتحركوا من ناحيه اليمين زي رجب بكار، يعني عندهم امكانيات كتيره انها تكون موجود معاك في الجيم. كل ده لازم انت تعالج الامور دي كلها وتفسد كل الحاجات دي كلها. انا بتكلم على فرقتي دلوقتي بحل لغز فرقه سيراميكا بهدف وراه هدف تاني، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في اي ماتش احنا بنلعبه. ما تخليش فرق حب اللعب، فرق حب الوجود، حب زي ما بيقول ماهر ان هي تفضل موجوده ومش هتنزل وعايزه تقدم في مركز من الاول للرابع، لان يبقى لها موجود بما ان في شغل كويس قوي، مؤسسه كويسه جدا مديها لهم كل التدعيمات. انت كمان النادي الاهلي قلنا الكلام ده كله على ماتش لو تفتكر عادل واسامه على ماتش اتحاد اسكندريه، مدرب كويس قوي مدي حاله نفسيه للعيبه بتاعته، ضغطوا عليك اول 20 دقيقه ما عملوش حساب اللي بيضغط على النادي الاهلي. النادي الاهلي من اسرع الفرق اللي بتعمل كونتر اتاك في مصر، وعندهم من اللعيبه والحرفيات. انت النهارده يمكن تهيالك ان فرقتنا ما فيهاش بلاي ميكر، انما انا بفاجئ دايما وسط الكلام يا اسامه وفي وسط الملعب الاقي ايمن اشرف ده
على طول بيتقدم وبيعمل الثرو باس للتحركات بتاعت اللعيبه اللي تعمل سويتشات. عندك حرفيه حسين الشحات وطاهر محمد طاهر اللي بيتقدم شويه شويه بياخد بيقطع اكتر من خط اكتر من مدافع بيعمل ثرو باس لكهرباء عشان يودي له الجون وهو لعيب بيقطع كمان يمكن جنب بواليا النهارده هيعمل شغل تدعيم لبواليا ياخد الحريه وبواليا راجل خطاف وبيتحرك في منطقه الجزاء بتاعته كويس قوي. فعندك ما تملكه من الحرفيات والفرديات النهارده ان انت يبقى لك وجود بس وجود بتركيز مع عدم اضاعه اهداف كتير انك انت تخلص الحكايه بدري بدري هتبان طبيعه المباراه ان شاء الله في اول هاف تايم. هنروح لكابتن اسامه وهنساله عن تشكيل النادي الاهلي وخصوصا الخط الامامي واشتراك حسين الشحات النهارده من بدايه المباراه على حساب محمد شريف ولكن بعد الفاصل. مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وكنا بنتكلم قبل الفاصل مع كابتن اسامه على تشكيل النادي الاهلي ووجود حسين الشحات من بدايه المباراه على حساب محمد شريف. اولا كابتن اسامه رايك في المباراه نفسها ماتش صعب ماتش متوسط سيراميكا كليوباترا طالعه من تحت ولكن مدعمه صفوفها بلعيبه ثقيله لعيبه كوره يعني. انا هاجم النقطه الاخيره اللي انت قلتها ان سيراميكا مدعم فرقته بلعيبه تقيله. اولا فرقه طالعه من تحت او اول مره تلعب في الدوري دي تبقى لما فرقه بتطلع وامكانياتها ضعيفه لو كون امكانياتها ضعيفه، لكن سيراميكا اشترت لعيبه مميزين جدا وكمان انديه كبيره في الدوري الممتاز كانت كانت مشاوره عليهم يعني زي رجب بكار زي محمد ابراهيم زي عامر الحارس زي توني كل الناس دي. فهو فريق صعب مش فريق سهل. ادى المباريات اللي فاتت بشكل كويس يمكن اقل ماتش اليوم الاخير اللي هو بتاع سموحه فالمباراه هتبقى صعبه مفيش شك في كده. يعني مش عايز اطول على فرقه سيراميكا كتير لكن هم فرقه جيده وزي ما قلت امكانيات الماديه دلوقتي بتفرق كتير جدا في كره القدم يعني من فرقه تقول دي صاعده في فرق ما عندهاش امكانيات ما غيرتش عدد كبير فدي تعتبر صاعده لكن هو اسما صاعده سيراميكا لكن امكانياته يمكن اعلى من ناس كتيره جدا في الدوري المصري. بالنسبه للموضوع حسين الشحات ومحمد شريف خلي بالك احنا الماتشات الفتره الاخيره تقريبا بتلعب كل 3 ايام يعني احنا النهارده 8-1 الماتش بتاع سوني ديب كان يوم الثلاث 5-1 يعني من 3 ايام بالظبط. الماتش اللي قبله كان مع الدجله كان يوم الجمعه 1-1 يعني انت لاعب 3 ماتشات في اسبوع من الجمعه للجمعه وقبليها كمان ماتش الاتحاد وسونيديب الاولاني الوقت ضيق فهو لازم في وقت معين يغير بعض اللاعبين عشان موضوع الاستشفاء. يعني انت شايف النهارده مريح وليد سليمان لعب 90 دقيقه الماتش اللي فات مريح محمد شريف رغم انه محمد شريف لعب 45 دقيقه لكن هو النهارده مقعده برده في الاحتياطي. الماتش اللي فات لسهوله المباراه والماتش كان انتهى بدري الشوط الاولاني غير 3 مهمين جدا في الفرقه علي معلول ومحمد شريف وحمدي فتحي لعبهم 45 دقيقه بس ونزل 3 تانيين عشان موضوع ضغط المباريات كل 3 ايام. ف من الحاجات المهمه للمدير الفني موسيماني بيفكر فيها هي ازاي يحتفظ بقوته البدنيه والفنيه على مدار الدوري والبطولات اللي بيشارك فيها. فعشان كده هو النهارده مريح محمد شريف. محمد شريف من افضل اللاعبين اللي ادوا في المباريات اللي فاتت ولكن هو شايف انه بيلعب على طول بيلعب على طول بيلعب على طول. فالنهارده ملاعب حسين الشحات لكن كمان مغير في طريقه اللعب. يعني احنا الطريقه الطبيعيه اللي مستر موسيماني بيلعب بيها من ساعه ما جه 4-2-3-1
بيلعب بواحد تحت راس الحربة. سواء شفنا وليد سليمان الماتش اللي فات في ماتش سونيديب، شفنا طبعا مجدي قفشه اللي هو يعتبر الاساسي في معظم الماتشات، واحيانا ناصر ماهر قبل الاصابه كان بيبدله في المكان ده. طب هو لاعب، نشوف حد من الثلاثه دول بيكمل مع اللي قدام. اه ما انا بقول لك هو لاعب بالشكل ده في مباراه سونيديب هناك بإليو ديانج واكرم توفيق وحمدي ولعب بيهم ماتش اتحاد سكندري هنا اللي كسبنا فيه 4 صح، الماتشين الوحيدين. النهارده رجع للاسلوب ده، لكن هو بيثبت حمدي فتحي امام المدافعين وبيلعب ديانج يمينه واكرم توفيق شماله وبيدي حريه اكتر لديانج انه يتقدم مع الثلاثه اللي قدام اللي هم حسين الشحات وطاهر وولتر بواليا اللي برضه انا بحييه زي ما الكابتن ماهر قال انه لعبه على طول، لانه الراجل جايب 3 اهداف في الدوري وجاهز، ما ينفعش ان احنا نستنى عليه الصح انه يبدا بيه يعني. فديانج هو اكتر واحد بيتقدم مع الثلاثي دوت، واحيانا اكرم توفيق من ناحيه الشمال، وشفنا اكرم توفيق جاب جون في ماتش اللي كسبناه 4. لكن مثبت شويه حمدي فتحي اللي هو مميز ثابته، بنستغله قوي في الضربات الثابته في الكورنر والفاولات والحاجات دي لانه بيلعب بدماغه كويس قوي. فديانج واكرم توفيق ليهم حريه في التكمله مع الثلاثي الامامي اللي هو حسين وطاهر والتر بواليا، وبيثبت حمدي شويه امام المدافعين. احنا كده كنا متوقعين انه هيثبت اكرم او ديانج وحمدي فتحي هو اللي ياخد حريه اللعب للامام. أي. لكن الملاحظ لما لعبوا الثلاثه هو حاطط حمدي فتحي هو اللي امام المدافعين. طب البدايه بوالتر بواليا من بدايه المباراه قرار موفق؟ طبعا قرار موفق. اصل يمكن الكابتن ماهر اتكلم فيها كويس والكابتن شريف ولسه عادل ما اتكلمش، لكن والتر بواليا مهاجم جيد من السنه اللي فاتت واخد على الدوري المصري. السنه دي نفسها كل ماتشات دجله الجونة مقديها بشكل كويس وجايب 3 اهداف، فالراجل جاهز يعني، مش راجل غريب على الدوري المصري ولا مصاب مثلا ولا راجع بدنيا وحش، هو جاهز وامكانياته عاليه كمان، امكانياته عاليه. فلازم طالما جبنا واحد محترف لازم يبتدي من الاول ونشوف بقى. هو طبعا ربنا يوفقه ونتمنى ان هو ينجح مع النادي الاهلي، لان هو اصلا امكانياته كويسه، بس بقى دخوله في منظومه الاهلي وتحمله الضغوط، لانه الاهلي غير دجل غير الجونه، لكن هو امكانياته هايله وقرار موفق من موسيماني اللي يبدا ان شاء الله ربنا يوفقه النهارده ويكون اول اهدافه باذن الله مع النادي الاهلي النهارده. كابتن عادل، يمكن انت في فتره من فترات دربت سيراميكا، واللي انا عايز اتكلم عليه في سيراميكا، سيراميكا كليوباترا السنه دي عامل 22 صفقه جديده. دايما لما بتيجي بتجيب العدد دوت كمان، انت بتتكلم عن فرقتين كويس، حته التفاهم والانسجام تاخد فتره شويه، ولكن مع سيراميكا من يمكن من الاسبوع الاول شفنا يعني كان فرقه تلعب في الدوري ممتاز من فتره بعيده. اكيد اكيد يا كابتن. خلينا نتكلم على الفتره الحاليه، تغيير 22 لعيب. لو انت كنت بتلعب في الدوري من 10 سنين وبعدين ما طلعتش، سيراميكا اول مره تطلع الدوري الممتاز. سيراميكا كانت بتسارع على الموضوع ده من 10 سنين، يمكن انا مسكتها من 10 سنين كانت لسه بدايتها ان هي عاوزه عندها الاهداف دي. اهدافهم يعني عايز اقول لك ان هم عايزين يروحوا حته بعيده قوي، صح؟ عشان كده جابوا صفقات كويسه قوي. انت تقدر تقول عندهم لعيبه متميزه ولكن حتى كمان اللعب في الدوري الممتاز متواجد. لان هم جابوا كلهم لعيبه متمرسه، لعيبه ما كانش بتقعد احتياط، لعيبه كلها يمكن معظمهم اكلمك على اللي في الملعب. عامر من افضل حراس المرمى في مصر في الوقت الحالي. عندك احمد محسن وخالد صبحي وطارق سامي ورجب بكر كانوا بيلعبوا في انديتهم واساسيين على طول. يعني علشان كده بقول لك كابتن عندهم محمد ابراهيم، شريف دابو، يمكن كان شريف دابو لف لفه كبيره قوي، ويمكن ده من افضل اللاعبين اللي هو كان في الحرس وبعدين لف وده كان اهل زمان. عندك شادي حسين من افضل الفراوده اللي في الدوري الممتاز السنه دي. عشان كده بقول لك انه في التأقلم الروح عندهم عاليه، الروح بتعود الامر ده. وكمان عايز اقول لك حاجه، كل مباراه بيلعبوها برضو بتشكيله بشكل يعني المباراه اللي فاتت يعني هو غير مين المباراه دي؟ غير محمود نبيل لعب علشان يكتر نص الملعب وطلع محمد مصعب بالمناسبه. محمد مصعب مصاب يعني وطلعه بره، يعني واحد عنده الخلفيه طلع بره. هو لعب بثلاثه في وسط الملعب، ما كانش محمد مصعب بيلعب
كان بيلعب تحت المهاجمين، كان بيلعب 4-2-3-1، لكن دلوقتي هو بدا يلعبها، وهتشوف هتلاقيه في الملعب بيلعبها 4-1-4-1. ليه؟ علشان محمد ابراهيم يبقى عنده حريه ناحيه الشمال، او وشريف دابو بيبقى ناحيه اليمين، رغم ان شريف دابو اشول. انت بتقول ان هم دايما بيلعبوا 4-2-3-1، ولكن هو مغير النهارده لعب 4-3-2-1. هو على الورق، لكن هيلعب النهارده. علشان كده ارجع لموسيماني لما جه يفكر في الفرقه، اي حد بيلعب النادي الاهلي بيكتر نص الملعب، بيزود نص الملعب قوي، بالذات الفرق اللي هي تقدر تقول ماشيه كويس. اقول لك حاجه يا كابتن، يمكن ودي ميزه في موسيماني. موسيماني مقسم الفرق بتاعت الدوري ليفلات، بدليل انه لعب ماتش الاتحاد لعب بثلاثه ديفندر، لعب بثلاثه ديفندر ليه؟ لان الاتحاد من اكثر الفرق اللي بيكتروا نص الملعب. فلما يكتر نص الملعب، وبعدين في صدمات بتاعت الكورونا في الوقت الحالي، انت عندك موضوع الكورونا، الجاهزيه بتاعت اللاعبين ممكن بيشغل نص الملعب. يعني لعب بثلاثه في ماتش سيراميكا، ولعب ثلاثه في ماتش الاتحاد، ولعب باثنين في ماتش وادي دجله. ليه؟ لان وادي دجله ما بيعملش استحواذ الا في الحته الخلفيه، وفي نص الملعب ما بيعملش استحواذ كتير، ولا في الحته الهجوميه، لكن استحواذه بيبدا من تحت من الحته الدفاعيه. لكن بكلمك على تغييره كمان، لتغييره ما غيرش الا واحد بس، يعني من تشكيله سموحه دي سيراميكا. اما الاهلي، يعني عايز اقول لك ان النادي الاهلي مغير النهارده الثلاث لاعبين، مغير ابو علي مكان محمد شريف، وبدل طاهر محمد طاهر بدل صلاح محسن، واكرم توفيق مكان وليد سليمان. ليه يا كابتن؟ ودي مهم بقى. احنا النادي الاهلي احيانا لما بيلعب فرق متوسطه الجدول، الخامس سيراميكا عندها روح عاليه، عندها لاعبين عندهم خبرات في الدوري، اول حاجه بيتعمل الوقت. موسيماني يقدر يلعب في وسط الملعب بثلاثه علشان يحرر مين؟ يحرر علي معلول، ويحرر الطرف اليمين اللي هو بيكام، عشان يطلعوا براحتهم، علشان الحته الدفاعيه كويس. انت فاهمني؟ بمناسبه طلوع علي معلول، الناحيتين سواء رجب بكار او علي معلول هم في نفس الناحيه، والاثنين بيتميزوا بالاداء الهجومي، ازاي يتعاملوا مع بعض في الجزء الدفاعي؟ انه المهم نص الملعب هنا ونص الملعب هنا. انت تقدر انك انت تروح، وعلشان لما تيجي ترجع في واحد بيرجع مكانك، وفي واحد ممكن تروح ومحدش يقف مكانك، فايه اللي هيحصل؟ مش هتروح تاني طبعا. فهي دي، عشان كده بقول لك يا كابتن، احنا عندنا النادي الاهلي موسيماني بيلعب بايه؟ بيلعب بطرف زي علي معلول، بكم ما بيوصلش للاخر غير علي معلول. علي معلول الوحيد اللي بيطلع لاخر الخط. علي معلول من اجمد الناس هجوميا، انت فاهم؟ عشان كده بحطيت له واحد في وسط الملعب زياده، بيحط الزياده دي ليه في وسط الملعب؟ في المباريات اللي هي فيها صعوبه. الاطراف في المباريات دي بتبقى كويسه. يعني انت عندك مش كمان احمد محسن وبكار عندهم زياده، لا ده اللي اكتر محمد ابراهيم لما بيروح على الطرف الشمال، او شريف دابو لما بيروح على الطرف اليمين. علشان كده في بص عندنا كمان، يعني ده ياكد كلامك، حته معدل كمان استحواذ بالنسبه لسيراميكا في مبارياته 52%، يعني هو اللي عنده الافضليه في كل مباريات، هو بيزود نص الملعب دايما، وبيلعب كله تحت الكوره. وبرضو بص يا كابتن عادل، معدل التمريرات يعني هو بيلمس الكره 482 مره في المباراه، ده المتوسط. معنى كده ان هو بيلعب كوره كويس على الارض، بس وعنده لعيبه كبيره، لعيبه كويسه تقدر تعمل استحواذ. بس خلي بالك كابتن ايمن، الكلام ده لما بيتلعب بيعمله مع فرق متوسطه، بمعنى هو لاعب مين؟ الانتاج الحربي، والانتاج الحربي السنه دي بدايته مش بدايه السنه اللي فاتت، يعني اقل شويه من الفرق، يعني ولكن دلوقتي رجع بقى كويس. لكن وبيلعب البنك الاهلي من الفرق اللي صاعده معاه، فيقدر يمسك الكوره. لما يجي يلعب مع بيراميدز هتلاقيه استحواذه اقل، لما يلعب مع النادي الاهلي هيبقى استحواذه اقل كتير. فيعني الاحصائيه دي ممكن تمشي مع الفرق الاخرى، لكن مع النادي الاهلي هو مش هيعمل كده. هو مع النادي الاهلي هيعمل حرص كويس قوي، هيقف تحت الكوره، هيقفل مفاتيح النادي الاهلي علي معلول، هيقفل مفاتيح النادي الاهلي بديانج. على فكره من الناس اللي هتكمل النهارده كتير قوي ديانج، يمكن اللي هيبقوا ثابتين في النادي الاهلي دايما حمدي فتحي واكرم توفيق، ويمكن اكرم توفيق يعمل الزياده الاخرى. لكن في الكور الثابته حمدي فتحي ولا هيطلع يعمل زياده. انت عارف ايمن، سوري عايز اقول لك على حاجه تكمله ليكم كلكم، بس في حته سيراميكا عشان نقفلها، في حاجه انتوا
طلائع الجيش انتاج الحرب مولين العرب مش موجودين السنه دي في الدوري مع كم الامكانيات اللي هم موجودين. عشان كده ظهر حد زي سيراميكا كسبان ماتشين وتعادل ماتش واتغلب ماتش فبقى متوهج في وسط الحكايه. انما المقاولين العرب لو كسبان كل فرقته والانتاج في طبيعته طلائع الجيش بكم الجيش اللعيبه اللي عنده اللي موجوده ما ينفعش النتائج دي. فظهرت حاجه برضو اسمها سيراميكا اللي انتم حاسين ان هي ايه طالعه من تحت ايمن بس المكان لا فتح دي لها دي طالعه من تحت طلع. بس بنكهه لعيبه الممتاز لان معظمهم لعيبه بس الفرقه عملت ايه فتحت لها شركه الضوء كمان كابتن شريف تاني سيراميكا طالع مغير جلده بلعيبه تقال زي معادل قال. ما انا عارف الكلام ده كان زمان احنا ايامنا كان فرقه بتطلع من الدرجه الثانيه بتطلع اللعيب. بنفس اللعيبه واذا اشترى لاعب يبقى لكن انت جايب محمد ابراهيم راجل كان من احسن لعيبه مصر. انا مش بتكلم في ده انا مش بتكلم في ده انا بتكلم ان في فرق كمان اتاحت الضوء للفرقه دي انها تبقى موجوده بس الجدول لسه بدري ما ينفعش طلائع الجيش بالكم اللي عندها ده الجدول لسه هيتغير قوي على سيراميكا يا كابتن. خليني اقول لك كلمه مهمه قوي على سيراميكا. سيراميكا يمكن رابع فرقه في الدوري الممتاز مشتريه لعيب باسعار او سعر اللاعبين جوه الملعب. سيراميكا الرابعه يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ممكن يكون صرف قد الفرق كلها اللي تحتيها قديها مره ونص. علشان كده انت بتتكلم في لاعبين يعني محمد ابراهيم لوحده ممكن يبقى فيه لاعب في فرقه اخرى تحت سيراميكا 6 7 لعيبه بثمن محمد ابراهيم. صحيح. ورجب بكار كان مطلوب في الاهلي وفي الزمالك. نوعيه اللعيبه برده بتختلف فعلا. صحيح. الارقام يا كابتن. صحيح. الارقام. طيب نطلع نشوف تقرير عن النادي الاهلي وعوده الانصارات ولعيبه كوره كويسين. شايف ازاي النهارده ممكن يبتدوا الفرقتين الماتش؟ هنشوف ماتش مفتوح ولا هنشوف تحفظ شويه زي ما عادل قال من فرقه سيراميكا؟ لا هيبقى مفتوح يعني لكن التحفظ بالنسبه لسيراميكا حسب استراتيجيه هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا هو عايز ايه من الجيم. هو طبعا بيقابل النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي وقيمته في خطوطه الثلاثه وخطورته في الثلث الاخير. فدلوقتي بالنسبه لهيثم شعبان هل هو هيبدا يحافظ في اول ربع ساعه تلت ساعه عشان ما يجيش فيه ويبدا ياخد ثقه ويبدا يبادل النادي الاهلي؟ دي الاستراتيجيه اللي الواحد بيتخيلها او كلنا بنتخيلها بالنسبه لهيثم شعبان ان هو عارف قيمه النادي الاهلي من اطرافه من وسط ملعبه من العمق من الكور الثابته. النادي الاهلي عنده تكتيك متورث اجياله من خلالها اختراقات من الاطراف ممثله في احمد رمضان بيكم حسين الشحات علي معلول وطاهر طاهر من الاطراف. وبعدين عنده كمان بدر بنون وايمن اشرف وشفنا دي زياده عدديه بتيجي من تحت كمان بتبقى مؤثره زياده مع حمدي فتحي وديانج واكرم توفيق. وبعدين عندنا نزعه هجوميه في نص الملعب كمان بتمثل خطوره في الكثافه العدديه اللي موجوده عليها النادي الاهلي اللي هو بينهي بيها الهجمات. فالنهارده دور هيثم الاصعب بالنسبه لهيثم النهارده ازاي هيقابل النادي الاهلي بقيمه هؤلاء اللعيبه. فلازم يختار طبعا طريقه اللعب. وانا شايف طول ما هو هيحافظ على خطوطه الثلاثه وقربها من بعض في نص ملعبه في 35 يارده طول ما هيقدر يعني يحمي مرماه من هجمات النادي الاهلي بشكل كبير. وهيعتمد على حاجه واحده او حاجتين بالنسبه في الشق الهجومي او جانب الهجومي الكره المرتده لان هو عنده استحواذ بشكل كبير جدا من خلال محمد ابراهيم ومحمد توني في نص الملعب وعنده انطلاقات بقى بالنسبه لشريف دابو وشادي حسين الهداف. فهو انا شايف ان هو طول ما هيحافظ بشكل كبير ويعتمد على مفتاح في الانطلاقات اذا كانت كره مرتده او كره ثابته ده ممكن يكون التوازن اللي هيبدا بيه مدرب الفريق هيثم شعبان. هيثم شعبان كابتن شريف ممكن النهارده في البدايه السيراميكا يطمع في المباراه؟ طبعا ده اسلوب لعبهم حتى لو مع الاهلي الاستراتيجيه بتاعتهم بيلعبوا البنك الاهلي زي بيراميدز زي اي فرقه لعبوا. شفنا نفس الاستراتيجيه نفس التواجد نفس الاسماء اللي انت شايفها اللي اتكلم على ماهر من جميع الفرقه ان هم بيلعبوا باس 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 بيبقوا محتاجين بس ان هم يحرزوا اهداف بتديهم ثقه اكتر. انما اختلاف اللعب قدام الاهلي او قدام الزمالك او قدام سيراميكا او سوري قدام بيراميدز او قدام الفرق الكبيره الموجوده دي بيبقى حسب رده فعل الفرق دي. هم هيبقوا النهارده رده فعل ليك لو انت ماسك الامور وبتلعب لعبك العادي بالكلام اللي هو من الاطراف والعرضيات والتحركات سليمه باذن الله يبقى هو بيقول لك يبقى بيحاول يخطف منك اي نقاط موجوده في الملعب او بيحاول يكون ليه وجود.
كابتن اسامه، ازاي سريعا مستر موسيماني النهارده يلعب على مفاتيح اللعب بتاعه سيراميكا كليوباترا، سواء نواحي القوه المتمثله طبعا في رجب بكار ومحمد توني ومحمد ابراهيم وشريف دابو وشادي، ونقاط الضعف المتمثله بعض الشيء في القلب. خلي بالك انا مع كابتن شريف ان هيثم شعبان في كل الماتشات اللي فاتت سواء مع الانتاج الحربي بنك والماتشين الاخرين سموحه يمكن اقل ماتش فيهم، بيراميدز كانوا في ند لكن بيراميدز قدر بخبرته يكسب، بيحاول يهاجم من بدري، لكن احنا النادي الاهلي احنا اللي المفروض نبقى فعل. مش هنفضل نحسس على كل حد في فرقه سيراميكا. صحيح عندهم لعيبه مهمين زي رجب والشريف دابو في الجنب اليمين، ودي هتبقى جبهه قويه في مواجهه علي معلول واكرم توفيق وطاهر، او لو حسين الشحات راح الناحيه الثانيه، لان علي معلول اكتر واحد بيتقدم في النادي الاهلي. هتبقى في صراع هنا، وهيبقى في صراع في وسط الملعب من ديانج وحمدي واكرم وحسين الشحات لما يتضم لهم وطاهر مع الخماسي برضو بتاع فرقه سيراميكا. لكن احنا لازم نبقى فعل مش رد فعل. احنا النادي الاهلي بتاريخ الكبير، احنا بنتكلم على سيراميكا انه لسه فرقه صعد صحيح رغم اشتروا، لكن احنا اللي لازم نبقى فعل ولازم نهاجم ولازم يبقى في شراسه في الهجوم. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها ان الاحتياطي بتاعنا قوي جدا. لما تقول شريف قاعد، لما تقول وليد سليمان قاعد، لما تقول قفشه قاعد، لما تقول كهربا قاعد، انت عندك احتياطي قادر انه يغير لك النتيجه في اي وقت. عشان كده النادي الاهلي ما بيخافش. لازم يلعب بجرأه في بدايه اللقاء باذن الله. كابتن عادل، السيناريو سريع للشوط الاول والبدايه بالذات. البدايه انا اقول لك انه اكيد سيراميكا هيستنى النادي الاهلي. ليه؟ لانه اكيد اي مدرب بيلعب النادي الاهلي بيقول لو خرجت اول نص ساعه تعادل ولا الشوط الاولاني يبقى تعادل، يبقى اقدر اعمل السيناريو الثاني مع النادي الاهلي. وكل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بتلعبها بالشكل ده، ممكن يوريك ان هو بيهاجم لكن هو مش بيهاجم، هو بيعمل دفاع. نشوف النهارده تحرر لعيبه سيراميكا من اول مباراه. شوف يا كابتن، يمكن هتبان انك انت هم بيعملين هجوم لكن هم مش بيهاجموا، هم بيعملوا وهم يعني. الوهم، الشكل الوهمي ان هم بيهاجموا لكن الحته الدفاعيه هو بس بيعتمدوا على مهاره محمد ابراهيم وعلى مهاره شريف دابو وعلى سرعه وقوه شادي حسين. فانا عايز اقول لك حاجه، الخطوره كلها بتكمن في شادي حسين. يمكن ده لعيب من اللعيبه الكويسه او فرود من الفراوده المتمرسه. الحاجه الثانيه بقى المهمه اللي انا عايز اقولها لك، وقوه النادي الاهلي هتبقى في الثلاثه اللي قدام، بوايلا وطاهر وحسين الشحات. لان بالشكل اللي انت بتتكلم عليه، وانا ما زلت اللي انا بقول ان الحته الاماميه ما فيهاش فرود صريح، فيها عدم مركزيه مكان. الاسم بيتحرك في اي حته، بالذات ما بين بواليا هيبقى وطاهر محمد طاهر. هنشوف جوال مبكره النهارده ولا ممكن الجوال تاخر شويه؟ كابتن لا كلنا مع بعض. ده ان شاء الله باذن الله، باذن الله اول ربع ساعه تلت ساعه ان شاء الله النادي الاهلي يجيب. انا بقول في جوان وممكن تتفتح اكتر الشوط الثاني. انا بتمنى يبقى في جوال ونغطي الجول كمان عشان يبقى بنخلص المهمه ان شاء الله. افتكر ان ممكن ان شاء الله بواليا يفتتح علشان تبقى حاجه باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه بعد نهايه احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا.